ورأيت الناس يدخلون في دين الله. وسبق في درس ماضي ميزنا بين العبادة والدين، بدناش نعيد. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وتحدثنا في معنى فوج. إذن الفوج مش مجرد جماعة، هي جماعة ماشية فيها حركة، فيها حركة. وإذا كانت أفواج معناته جماعات تأتي واحدة تلو الأخرى أفواج. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نيجي للألفاظ أول شيء. فسبح بحمد، أنتوا على فكرة لما تقولوا سبحان الله سبحان الله إيش المقصود على فكرة؟ وكأنكم بتقولوا، لحظة، وكأنكم بتقولوا ما أبعد الله عن النقص. يعني واضح، لأنه غالبا لما تتجلى لكم بعض المعجزات في الخلق مش هيك، وعظمة الخلق والإبداع، شو بتقولوا؟ سبحان الله. يعني هذا الخلق بذكرك في إيش؟ بذكرك في البعيد عن كل نقص، البعيد في الكمالات. هذه معنى سبحان الله. ما أبعده، يعني ما لاحظوا الآن. وإحنا سبق تحدثنا شوي في التسبيح، في التسبيح، والتسبيح ممكن يكون لفظي وممكن يكون عملي. يعني التنزيه الخالق مش بس في الألفاظ. طب ما هي الكائنات تسبحوا بواقعها، واقع الإبداع اللي بتشوفوا فيها تسبحوا. انت لما ترى الخلق تدرك كم الخالق حكيم عليم قدير. تمام؟ طيب سبحان الله ايش يعني؟ ما أبعده عن كل نقص. الآن فسبح بحمد ربك، سبح بحمد. الحقيقة بديش أخوض في لأنه إذا بتلاحظوا التعبير شوية شوية ممكن يكون مش مألوف، يعني في التعبير العربي سبح بحمد، سبح بحمد. قالوا فيها أقوال، بدنا نختار القول البسيط الظاهر تماما من دون إشكالات. إيش يعني فسبح بحمد؟ إذا بدك تنزه الله سبحانه وتعالى، دققوا معي، إذا بدك تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص، أنت سبحه بالطريقة التالية اللي هي إيش؟ أذكر محامده، يعني إثني عليه بما هو أهله. إذن الطريقة المناسبة لتنزيه الله عن النقص مش تقول الله مش ناقص، الله ما لحظة ما بضعفش، الله ما بيجهلش، الله هيك من هيك من هيك من سبحه، هيك من سبحه. يعني إذا مين قال إنه يعني التسبيح هو نفي النقص؟ لا، لما قلت سبحان الله شو معناته؟ ما أبعد عن النقائص. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا انه نسبحه عن طريق الثناء عليه. اذا كيف يتم؟ لاحظوا، فسبح بحمد ربك، اذا التسبيح بيكون ايش؟ بحمد الرب. اذا التسبيح مش بيكون بنفي النقائص. لما اجي اقول فلان مش خاين، شوفوا يا مش خاين، قول فلان امين. ما انت لما بتقول فلان امين ابعدته عن الخيانة. ما تقولش فلان مش جبان، قول فلان شجاع. ما اثبات صفة الشجاعة فيها نفي للجبن، ولكنها ايش؟ تزيد. فاذا كيف يتم تسبيح؟ كيف يتم تنزيه الله؟ يتم تنزيهه بأنه يوصف بصفات الكمال، هذا تنزيهه، مش
نقعد ننفي عنه صفات النقص. انتبهنا للمسألة؟ كيف اذا منسبحه؟ نمدحه طبعا، مش نمدحه نحمده اكبر اعلى سعة. الحمد اذا هو ايش؟ الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق، تثني عليه بما يليق. اذا اصبحت واضحة، فسبح بحمد. كيف اسبحه؟ بحمده. لح كمان مرة، كيف اسبحه؟ بحمده. فهمنا؟ اذا هل نسبح الله بنفي صفات النقص؟ لا، نسبحه باثبات صفات الكمال، ما هي تتضمن تنزيهه عن صفات النقص، بس بتم تسبيحه. ولذلك انت على فكرة لما بدك تطلب من الله سبحانه وتعالى طلب، اولا اثني عليه، اثني عليه، بجيش اقول له يا الله انت مش بخيل اعطيني، انت مش بخيل اعطيني، قل له يا كريم اعطيني، يا كريم، مش انت يا رب مش بخيل، هيك انت يا رب مش بخيل، لا، سبحه بحمده. فسبح، كيف نسبح؟ بحمده. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.